السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على موضوع الترشيح نتاع الجزائر لتنظيم بطولة إفريقيا للأمم ل 2025، وحبيت نتكلم على الملاعب هذه اللي اختيرت، وخاصة ملعب تيزي وزو اللي قيل أنه لم يخذ بعين الاعتبار. أنا نقول لكم بكل صراحة، أنا بحثت في الموضوع لقيت بأنه هذه كلها كذوبات واطروحات من انتشرت في الواقع في مواقع التواصل الاجتماعي، واصحابها هم معروفين جهات مروكيه تعمل على تشتيت الصف الجزائري وتعمل على افشال العضو يعني الترشيح تاع الجزائر. يا جماعه نقولها لكم بكل صراحه، ما تمشوش في هذا الاتجاه. الملعب تاع تيزي وزو لم يبعد، وهذا غير معقول انه ملعب يعني قريب للانتهاء، الاشغال قريب تنتهي فيه، وملعب دويره للاشغال مازال يعني مازال بعيده. يتم اختيار ملعب دويره ولا يتم اختيار ملعب تيزي وزو، هذه امر غير معقول. وحتى هذيك الشروط غير ما الشروط تاع 50 كيلو متر المطار والفنادق وكذا، هذه كلها هراءات واكاذيب يتم نشرها من طرف اعداء الجزائر. انا نقولها لكم، لن يكون هناك تنظيم كاس افريقيا او حتى ترشيح بدون ملعب تيزي وزو، وبدون منطقه القبائل، وبدون القبائل انفسهم، لن يكون هناك تنظيم لكأس افريقيا بدونهم. اذا ابعاد ملعب تيزي وزو هو ابعاد للقبائل، ولن يتقبل لن يقبلها احد، لا الجزائر لا الدولة الجزائرية ولا الشعب الجزائري لن يقبل بهذا الامر. وعلى بالي باللي هذه كلها اكاذيب تنشر بغية يعني فوفير لا زيزاني، بغية نشر الفتنة في الشعب الواحد. وكان فيه تصريح، انا نتكلم على التصريح تاع البارح نتاع وزير الرياضه، قال لك لم نحدد الى يومنا هذا لم نبعد اي ملعب، وتكلمنا عن الملاعب اللي كانت جاهزه 100%، اما اللي كانت جاهزه لم يتم ابعادها تماما. اذا كل هذا كلام فارغ، لن اطلبوا من الشعب الجزائري، اطلبوا من الجزائريين الا ياخذوا بعين الاعتبار هذا الكلام، وعلى السلطات العليا ان تؤكد هذه النقطه الهامه جدا، تاكد عليها يعني يكون فيه تصريح واضح. كان فيه تصريح على كل حال من طرف الوزير الشباب والرياضه هذه الصبيحه او البارح، قال فيه انه ما لم يتم ابعاد ملعب تيزي وزو من الترشيح، وهذا امر مفروغ. وانا كذلك ان قضيه الفنادق، تيزي وزو عندها فنادق كثيره جدا، وعمليه تاهيل الفنادق لان تصبح يعني تستقبل يعني الوفود نتاع الرياضيه، هذا امر سهل جدا لا يتطلب الكلام عليه اصلا. وش واعره واش تاهل انت فندق تعاود تسقمو وترجعو 4 ايطوال ولا 6 ايطوال ولا 10 ايطوال، ايش حاجه واعره؟ سيرتو كي على بالنا باللي التنظيم راه بعيد. اذا هذا امر غير مفروغ منه. قضيه المطار لو كان يسقمو الطريق يعني السيار بين تيزي وزو والجزائر العاصمه، تولي المسافه ما بين المطار والملعب هي تقاس بالوقت، لا تقاس بالمسافة بالكيلومترات، تقاس بالوقت. يعني المهم تكون يعني الطريق جيد، والما يعني الوقت ما بين المطار ويكون قليل. هذا كلام نتاع الناس راهي تحوس دير الفتنة في الجزائر، وراهي تحول علاش؟ لان عرفت بان الدوسي تاعنا الملف تاعنا قوي جدا، والملاعب اللي عندنا ما عندهمش ربع نتاع الملاعب اللي عندنا. اذا لا داعي ل يعني الانسان ما لازم يمشي لهم يمشيوا في الخط هذاك، وان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.